كيف يمكن لآلة أن تفهم المطلوب من خريجي كليات الحقوق في الولايات المتحدة قبل الممارسة المهنية أو حتى الانتقال من إدخال نص سؤال إلى إدخال صورة على سبيل المثال كهذا، وتجيب على ما يمكن طبخه من هذه المكونات في الصورة؟ مرحلة متقدمة هنا يوفرها الإصدار رقم 4 من شات جي بي تي الأخير. فأين يكمن السر؟ وكيف وصلت الآلة إلى هذه القدرات؟ الإجابة مشاهدينا في اللانجوج موديل أو نموذج اللغة، فمن خلاله انتقلت القدرة الحسابية للكمبيوتر إلى الكلامية. ما يفعله هو ببساطة التوقع والاحتمال، وهنا التطور يكمن في تقليل هامش الخطأ بحفظ كم هائل ومهول من المعلومات في هذا النظام. كيف نبدأ جملة مثل عاصمة السعودية هي؟ سيجيب بالرياض. والعربية أن تعرف؟ سيجيب شات جي بي تي بأكثر. لكن هذا ليس كافياً، تبقى عملية البحث هنا محدودة كونها تتعلق من الأساس بالسياق وبما يسبق وما يلحق من كلمات مدخلة ومبنية على التوقعات. وهنا تظهر النيورال نتوركس أو الخلايا العصبية الصناعية، ثورة في عام 2017 في الذكاء الصناعي. نعم، هنا وصلنا. إذن كما ذكرنا مشاهدينا، الخلايا من أهم اختراعات هذه الخلايا المختلفة كانت خلية تي التي ترمز إلى خلية ترانسفورمرز أو الخلية المتحولة، وهي التي الموجودة في تشات جي بي تي نهاية اسم النظام. تتميز بإعطاء الكلمة المفتاحية أهمية التركيز في البحث الذي يتطلع المستخدم لأخذ أجوبته، والنتيجة دقة وشمولية وفهم للنص والآن للصورة وحتى مقاطع الفيديو مع الإصدار الأحدث لتشات جي بي تي. بينما تحرز الصين تقدما سريعا في مجال الذكاء الاصطناعي وروبوتات الدردشة، تعمل الولايات المتحدة على تطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة زخم بكين. تخصص الدولة المزيد من الأموال للبحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تعمل على زيادة شراكاتها مع المؤسسات الأكاديمية والشركات التكنولوجية الرائدة للترويج للبحوث الأمريكية. علاوة على ذلك، تعمل الولايات المتحدة لتقوية مجموعة المواهب التقنية لديها من خلال الاستثمار في مبادرات تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتشجيع المهاجرين الموهوبين على البقاء في البلاد، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي مع دول مثل كندا والمملكة المتحدة لتجميع الموارد وإنشاء جبهة أبحاث أكثر فعالية في هذا المجال. واشنطن تستكشف أيضاً تدابير تنظيمية لضمان أن تلعب شركات الذكاء الاصطناعي الصينية نفس المعايير الأخلاقية مثل نظيراتها الأمريكية. هدف الشركات الأمريكية يبقى الحفاظ على قدرتها التنافسية في سباق التكنولوجيا العالمي.